استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف رئيس جمهورية شيشان الصديقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب جلالة العاهل المفدى بضيف البلاد الكريم واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة وفرص تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة، فيما أعرب رئيس جمهورية الشيشان عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما حظي به من حفاوة وترحيب وعلى جهود جلالته في تطوير أسس التنسيق المشترك بين البلدين. وأشاد جلالته بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة الرئيس لمملكة البحرين العام الماضي وبحرصه على دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التقدم والتطور على كافة المستويات، مشيدا بجهود فخامته في بناء وتنمية بلاده بالشكل الذي يسهم في تلبية تطلعات شعب الشيشان الصديق. من جانبه أكد ضيف البلاد رغبة بلاده وسعيها لترسيخ دعائم علاقاتها مع مملكة البحرين في مختلف جوانب التعاون، منوها بما حققته البحرين من نهضة تنموية شاملة بفضل قيادة جلالة الملك المفدى. وأشاد بالنجاح الذي يواصل تحقيقه معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، منوها بما يقدمه من فرص استثمارية وتجارية هامة من خلال استضافته لنخبة من الشركات والمختصين في قطاع الطيران على مستوى العالم، متمنيا لشعب المملكة تحقيق المزيد من التطور والرخاء. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر حيال عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية الشيشان وأعضاء الوفد المرافق. هذا وقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس رمضان أحمد قادروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة، والتي انطلقت فعالياته يوم أمس في قاعدة الصخير الجوية، حيث زار جلالته وضيف البلاد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومجلس التوازن للتعاون الاقتصادي، واستمع إلى شرح من المسؤولين حول مهام ومسؤوليات التي يطلع بها المجلس. كما زار جلالته وفخامة الرئيس الشيشاني جناح روسيا الاتحادية وشاهد هناك الطائرات الروسية، واستمع إلى شرح حول ما تتميز به هذه الطائرات من مميزات. كما زار جلالة الملك المفدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية وعددا من الشركات الأمريكية، حيث قدم المسؤولون في هذه الأجنحة شرحا حول دور هذه الشركات في المجالات العسكرية والمدنية. وأشاد جلالة الملك المفدى بالنجاح المتواصل الذي يحققه معرض البحرين الدولي للطيران منذ بداية انطلاقته، وبالمشاركة الواسعة من قبل الدول الشقيقة والصديقة وكبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والعسكري. وعرب جلالته عن تقديره للدور الكبير لقوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي البحريني في إنجاح هذه الفعالية الهامة، وما قدمه منتسبوها من جهود طيبة في التنسيق والتنظيم ومشاركتهم المتميزة في العروض الجوية والتي عكست قدراتهم وكفاءاتهم العالية، متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والنجاح في مشاركاتهم المستقبلية.